الجنس داكشي المضمون ديال الدستور، المقاربة التشاركية والاهتمام بالمواطن والاهتمام بمشاكل المواطنين والمواطنات كيخرجوا الوجود بهذه الاستراتيجية العمل إن شاء الله اللي غتخرج من ملي غادي تنجز المحطة وهذا، ديك الساعة غادي يبان العمل مع المحطة الجديدة مع أعمال واستراتيجية جديدة إن شاء الله. أنا اللي بغيت نضيف بالنسبة للتوصيات بالنسبة للعرض ديال الرجاء، فواحد التوصيات كاينة تما المركز لأنه غير مخصص للأنشطة السياسية والنقابية والاحتجاجات اللي كتكون بعض المرات، هذه خاصها تضاف لأن فعلا كيوقع إشكال. أولا المركز مركز سوسيو ثقافي خصو ياخذ المجال والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وفي نفس الوقت الأنشطة السياسية والنقابية كتكون دائما واحد النسبة ديال الحضور كيكون كثير، والطاقة الاستيعابية لا ديال المركز ولا ديال القاعة ما كتسمحش. حنا مادا بينا ان القاعات ديال الجماعة ولا الفضاءات الجماعة تكون مفتوحة امام الجميع، ولكن لقلة عندنا دابا أبنيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم كما قلت كاين أبنيدة، هذا راه مكتسب بالنسبة للساكنة ديال المدينة وبالنسبة لجماعة العرائش. وتحية لإخواننا والمنسق ديال العمل فريق العمل ديال مع جي زد، مشكور على هذا العمل الجيد والمضلي أيضا، وشكرا تحياتي. هو مشروع لي ثمرة لي عندها واحد ثمرة كبيرة على الجماعة ديالنا، واللي عطات واحد النتائج لي ملموسة، من بينها هي في المجال المقاربة التشاركية لي كان النموذج هو